فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشخص الذي يكتب على الأوراق سورا من القرآن أو الآيات ويعلقها على نفسه ويتكل أو يتوكل على هذه الآيات أنها تمنع من الضرر، هل يجوز الصلاة خلفه؟ يبين له أن هذا لا يجوز، هذا من لبس التميمة، هذا من لبس التميمة، ألا يجوز له هذا، ينصح. فإذا لم يمتثل فإن كان لهم قدرة على استبداله بإمام آخر يجب عليهم ذلك. نعم.